استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس وزراء الغابون ومفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن كل على حدة، وذلك بعد مشاركتهما في أعمال القمة الغير عادية. التفاصيل لدى زينب سليمان. تعميق العلاقات بين البريفيل ومجمينا وتطرق إلى تطبيق كل التوصيات والقرارات التي طرحت في قمة السماك هي بيت القصيد من الرسالة التي حملها رئيس الوزراء الغابوني السيد إيمانويل إسوزينو غاتي من رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أودينبا إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وتناولت الرسالة أيضا أبرز المواضيع التي ستطرح في قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي من المزمع انعقادها في مدينة أبيجان عاصمة جمهورية سهل العاج في أواسط شهر نوفمبر الجاري. ونقل رئيس الوزراء الغابوني أيضا لفخامته شكر تقدير وعرفان الرئيس علي بونغو أودينبا على جهود الحكومة التشادية الحسيسة التي تبذلها في ربط وتفعيل الأخوة الأفريقية. وعقب المقابلة أكد رئيس الوزراء الغابوني على ديمومة العلاقات بين ليبريفيل ومجمينا، وقال أن يعملون على قدم وساق من أجل تحقيق كل ما جاء في التوصيات والقرارات التي اتخذت في هذه القمة. وأكد الوزير الأول الغابوني أيضا بأن جمهورية الغابون قد فعلت كل التوصيات والقرارات التي اتخذت في القمة، منها حرية تنقل الأفراد والممتلكات وإلقاء أشيرة الدخول بين الدول الأعضاء في مجموعة السيماك، وأيضا العمل على جواز سفر موحد يربط كل الدول الأعضاء. وسمن رئيس الوزراء الغابوني أيضا جهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في رؤيته الصائبة حول تطوير دول مجموعة اقتصادية ونقدية فعالة. ومن الجدير بالذكر أن المقابلة حضرها وزير خارجية الغابون وسفير جمهورية الغابون بالبلاد، وكذلك عدد من أعضاء المكتب المدني لرئيس الجمهورية والأمانة العامة برئاسة الجمهورية. أما المقابلة الثانية قد جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو مع السيد إبراهيم شرقي مفوض الاتحاد الأفريقي في السلم والأمن، وذلك بعد مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا السيماك، وكذلك مشاركته في أعمال مجلس وزراء دول المجموعة الساحلية الخمس والتي احتضنتها العاصمة التشادية إنجمينا في شهر نوفمبر الجاري. المقابلة طرحت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أعضاء دول الاتحاد الأفريقي ودول المجموعة الساحلية الخمس، وأبرزها قضايا الأمن في دول الإقليم، وكذلك محاربة الإرهاب والهجرة الغير شرعية إلى أوروبا عبر الصحراء الساحلية والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك الجريمة المنظمة والتهريب في دول الساحل الخمس. السيد إبراهيم شرقي نقل أيضا لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نتائج الجلسة الاستثنائية لمختلف مفوضية الاتحاد الأفريقي والتي ترأسها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي محمد هنا في العاصمة إنجمينا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ونسبة للدور الكبير الذي لعبته تشاد في محاربة الإرهاب واستئصاله في دول الساحل، فقد تم اختيارها لعقد هذا المؤتمر، والذي من المفترض بأن يطلع فخامته إلى كل التوصيات والقرارات التي توصلت إليها الجلسة. كان لي شرف العظيم أني حظيت باستقبال فخامة الرئيس اليوم على هامش انعقاد مؤتمر إعادة الاستقرار لمنطقة بحيرة تشاد، وهذا إثر النتائج الإيجابية والانتصارات اللي حققتها القوة الجهوية لمحاربة إرهابي بوكو حرام. وكذلك يأتي لقاءنا هنا بعد أن اجتمعنا قبل أسبوع في خلوة مبعوثي الاتحاد الأفريقي وممثلي رئيس اللجنة حول الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وذكرونا أن هذا الاجتماع كان له يعني نجاح باهر. إذن هذه علامة على الدور المميز والنشط لسيد فخامة الرئيس الجمهورية ديبي إتنو. وننوه بأن بلادنا الحبيبة تشاد لعبت دورا كبيرا في وضع روابط أواصر الأخوة الأفريقية، وكانت أبرز المؤسسين للعديد من المنظمات والهيئات شبه الإقليمية في أفريقيا.